هنبدأ حالا أحداث اللقاء في المباراة قبل النهائية في مسابقة كأس مصر. وبدأ النادي الأهلي وهادي خشبة بحلة من بعيد، أحمد الكاس، وليد صلاح، محمد يوسف، حمادة صدي اللي راجع بعد فترة غياب، تامر حفني، محمد عبد الجليل بيلم، تامر مرة تانية في وسط الملعب لهادي مشتركة مع علاء ميهوب، تطول مرة تانية في الشمال وطويلة لأسامة يوسف، وماشي أسامة وعرضية حلوة وخطرة، ويخش أحمد الكاس ويلف، أول هجمة خطر قوي 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 قوي، خلصها أسامة يوسف وعملها عرضية جميلة في الشمال، يحطها بشماله بره. هجمة خطرة في أول دقيقة في المباراة. محمد يوسف حمادة صدي متأسف، محمد يوسف ماشي، هادي خشبة بيهدي النادي الأهلي، حمادة، وأنا شايف الأولمبي بيلعب في تلتين ملعب لغاية دلوقتي، محمد رمضان وداخل معاه جامد قوي طارق الشيمي، ولكن كان رافع رجله، تبقى ضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي الأولمبي، وسقط علاء ميهوب في الوسط، واللي انا شايفه كده احمد الكاس بيلعب راس حربه لوحده خالص، وبيلعبه في وسط الملعب بخمس لعيبه واربعه في الظهر، ده لغايه دلوقتي الشكل اللي باين، وهنشوف مع بعض. شريف عبد الرحيم، طارق الشيمي، مره تانية رمي التماس لصالح النادي الاهلي، هيلعبها ياسر ريان، محمد يوسف، طويلة في اليمين لتامر أطول من لازم، وبيلحقها تامر قبل ما تطلع، محمد عبد الجليل ومعاه جمال عبد الحميد، يلعبها بدماغه علاء ميهوب، بيلم علاء، خبرة علاء حلوة في وسط الملعب لوليد عطية، تقطع من وليد عطية ومرة تانية طويلة تطول لطلع هيثم فاروق، تروح مرة تانية في اتجاه شريف ويحل عليها، وتبقى ضربة مرمى لصالح النادي الأولمبي. ضربة مرمى هيلعبها هيثم، وبشماله طويلة محمد يوسف على طول، تروح مرة تانية لعماد الدين أحمد، منقولة في اليمين أطول من لازم، تبقى رمي التماس لصالح النادي الأهلي. مشير حنفي على الارض الهادي خشبه، ماشي هادي، محمد يوسف، حلوه في اليمين لمحمد رمضان، محمد رمضان يحطها لتامر حفني، تامر يحطها على الارض، انما كان معدي محمد عبد الجليل، مره ثانيه عرضيه الناحيه الثانيه في رايه وصفاره، تسلل لصالح النادي الاولمبي. وليد صلاح في الصورة، هيلعب الكرة جمال عبد الحميد، قدامه هيثم فاروق في الصورة ده، جمال عبد الحميد ويلعبها طويلة، أحمد الكاس ومشير يلعب بدماغه وشير على طول لهادي خشبة، طويلة في وسط الملعب في اتجاه ياسر وأيمن شاوي، إنما ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. هادي ياسر، محمد يوسف، هادي على الأرض في اتجاه محمد رمضان، إنما معاها نمرة خمسة هيثم فاروق منتخب مصر هيثم، ويعافر الكورة محمد رمضان، وتبقى ضربة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال. تتلعب على طول وماشي وليد، وهيلعب عرضية ويخش، وتبقى ضربة مرمى لصالح النادي الأولمبي. سابها محمد سلام لهيثم، طويلة يلم على طول ياسر، راجع لورا يا وليد صلاح، وليد مط رجله طويلة لحمادة صدقي، ماشي حمادة،
ويلعب كرة أي حاجة حمادة تطول وتبقى رمي تماس لصالح النادي الأولمبي. كان ضاغط عليه أسامة يوسف نمرة 9 تتلعب على طول في الشمال وبيلم أسامة ومرة تانية حمادة صدقي على الأرض محمد يوسف يلم محمد يوسف وعمل حركة تمويه جميلة قوي وتطول من أيمن شوقي. المباراة كان العادة بيلعب في الأواخر هنشوف النهاردة هينجح في البداية ولا لأ. طويلة في اليمين لعماد الدين أحمد ماشي عماد وترقيصة حلوة وبيرفع له إيده أحمد الكاس طويلة يخش على طول محمد عبد الجليل اللي صاعد بيساعد ورا لهيثم فاروق لتامر حفني على الأرض وليد صلاح الدين ماشي وليد ماشي وليد حلوة في اليمين إنما مقطوع على طول ويلعب أبو شريج الخارجي جمال عبد الحميد وتطلع وهي في الهواء وتبقى مع عثمان محمد متأسف وتبقى رمي التماس لصالح النادي الأهلي. تامر محمد يوسف مشير حنفي زي ما حضراتكم شايفين احمد الكاس لوحده قدام والباقي كله في وسط الملعب وفي خط ظهر الاولمبي. حلوه لمحمد رمضان اللي جاي من تسلم جاي من تسلم والعبره زي ما حضراتكم عارفين ساعه تحرك الكوره واحده لعثمان محمد في المكان الفاضي يروح لها حماده صدقي ويلمها برافو يا حماده مجهود كبير قوي 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 لمحمد عبد الجليل هادي خشبه ماشي هادي هادي ايمن شاوي اللي صائد بعيد عن هيثم لمحمد رمضان تطول محمد على رمضان لجمال عبد الحميد وطويله في اليمين لاحمد الكاس اللي بيحارب لوحده قدام في جبهه هجوم الاهلي ومعاه مشير حنفي احمد الكاس بيرجع تاني لورا لعماد الدين احمد لاحمد الكاس لوليد عطيه لعلاء ميهوب لوليد مره تانيه في اتجاه علاء انما اطول من اللازم على طول لغايه دلوقتي لعب الاولمبي محصور في نص الملعب والاهلي بيحاول يقرب من منطقه جزاء الاولمبي لغايه دلوقتي ما نجحش الا بكوره عشوائيه وصلت محمد رمضان حماده صدقي هادي خشبه محمد رمضان ماشي محمد على الارض حلوه الولي صلاح يلعبها لياسر من بره انما يعمل فرمال على طول طارق الشيمي ويطلع في اتجاه عماد ماشي وضربه حره مباشره لصالح النادي الاولمبي حوالي داخلين في 9 دقائق تقريبا من بدايه الشوط الاول وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف بين الاهلي والاولمبي في الدور قبل النهائي لمسابقه كاس مصر. ماشي علاء ميهوب شريف عبد الرحيم طويله مش لحد خالص تروح لحماده محمد عبد الجليل اللي بيصعد بالتبادل مع هادي خشبه ماشي برافو محمد اخذ طارق الشيمي لبره ودخل وسابها لتامر حفني ماشي تامر مفيش العكسيه بقى مفيش العكسيه في الشمال لغايه دلوقتي ماشي تامر في اليمين مره ثانيه محمد عبد الجليل وحل عليه عثمان محمد حمح يحطها حلوه لوليد واحد لواحد وليد وعثمان ياخدها منه عثمان محمد برافو عثمان ويزقها لاسامه يوسف بيلم اسامه نمره 9 يرجع لعلاء ميهوب على الارض في بطن رجله حلوه لوليد عطيه ولمسه يد على النادي الاهلي تلعب على طول لعلاء ميهوب علاء ميهوب عايز يعدي من هادي هادي صدر له رجله مظبوط و في الشمال وماشي ايمن شاوي ياسر حلوه وهيرفع ياسر وعاليه انما محمد رمضان كان داخل لجوه على طول يطلع هيثم فاروق لمحمد عبد الجليل ومساحه فاضيه قدام محمد عبد الجليل وعرضيه حلوه انما ضعيفه محمد سلم وضربه حره غير مباشره على هنشوف على مين مديها كابتن حسين علي موسى على محمد سلام محمد سلام ساب الكره ومسكها تاني فاتحسبت عليه ضربة حرة غير مباشرة في منطقة في منتهى الخطورة بعد 11 دقيقة تقريبا
من الشوط الاول. منطقة خطر قوي 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 قوي، لازم حارس المرمى يبقى محرص قوي في اخطائه في المناطق دي، لان ممكن خطأ لحارس المرمى بدون اي داعي يكلف فرقته كتير قوي قوي قوي. هنشوف النادي الاهلي هيستثمر الكرة دي على بعد تقريبا 13 ياردة تقريبا من خط مرمى النادي الاهلي، وانا شايف وليد صلاح وشايف محمد رمضان وشايف هادي خشبة، وهنشوف مين هيلعبها. واقرب واحد لازم يبقى على بعد 10 ياردات، واتسلدت وهي، انما الحكم كان مدي ظهره للكوره وما اداش اشاره. مظبوط، برافو كابتن حسين، ادى ظهره للكوره ولسه ما اداش اشاره البدء. برافو يا كابتن حسين، وهي وعاليه وعاليه وتضرب، ورايحين ما اعرفش بيحتجوا على ايه. اتلعبت الكورة وعليت، يمكن هما يقصدوا ان الحيطة اتحركت، انما تبقى ضربة ركنية لصالح النادي الاهلي من ناحية اليمين. ورايح لها نمرة 7 محمد يوسف عشان يلعبها بشماله تقوم تلف. محمد يوسف وحشة، يطلعها على طول علاء لمحمد يوسف مرة تانية، يلعبها باكورد عثمان محمد وتبقى رمي التماس لصالح النادي الأهلي. وليد طويلة تطول تروح لجمال عبد الحميد لعلاء ميهوب، ماشي علاء ميهوب في الشمال خالص لأسامة يوسف، أسامة على الأرض، إنما يروح لها على طول حمادة وياخدها قبل عماد الدين احمد، وتبقى ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الاهلي. هذه خشبة. الاهلي لغاية دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بيلعب 4-4-2، محمد عبد الجليل وهادي خشبة بيلعبوا في وسط الملعب، وبينطلق وليد صلاح وياسر ايام اليمين والشمال، لما انا شايف ان الجبهة الشمال لغاية دلوقتي مش شغالة والاعتماد كله على الجبهة اليمين، وياسر ريان ضامن على طول، وأول كارت أصفر في المباراة للاعب رقم 16 طارق الشيمي، داخل جامد ما أعتقد أيمن شوقي، بيلعب مع أيمن شوقي على طول طارق الشيمي. وهيثم فاروق بيلعب مع محمد رمضان على طول زي ما قلت لحضراتكم في بداية المباراة. الجهاز الفني والاداري للنادي الاولمبي، كابتن البوري مدير فني، كابتن عصام ابو ضيف مدرب، دكتور علي البك مستشار الاحمال التدريبيه، دكتور محمد صلاح الدين طبيب الفريق اللي نزل دلوقتي، كابتن عصام الفارق اخصائي علاج طبيعي، وكابتن عبد الرازق احمد مدلك الفريق. امل الحمد لله ما فيش حاجه، وكل لعيبه النادي الاولمبي في تلت ملعبها بما فيهم احمد الكاس وهادي خشبه، وفي اليمين لوليد صلاح، وهيلف وليد وحلوه، انما معاه برافو جمال عبد الحميد على طول يطلع ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. هادي جمال عبد الحميد اهو في الصوره. ورايح ايضا محمد يوسف متعهد الضربات الركنيه من ناحيه اليمين عشان يلعبها بشماله. وعاليه المره دي وتطلع على طول مره ثانيه وداخل من ورا، انما تطول ويلم مره ثانيه تامر ويخش ضاغط على طول وليد عطيه، وتطول في اتجاه احمد الكاس ومردوده مره ثانيه ومحمد سلام، وفي ايضا اوفسايد، وفي اوفسايد على محمد رمضان، وايضا كان معاه ايمن شوقي في الكره اللي فاتت دي. علاء ميهوب عطيه، علاء ميهوب مردوده مره ثانيه في وسط الملعب، ووليد صلاح الدين في الشمال، ولسه ما شفناش انطلاقات ياسر ريان في الشمال، مقطوعه من وليد، واخدها شريف عبد الرحيم وماشي
ويخش هادي وحلوه مره تانية في وسط الملعب وطويله في اتجاه الكاس، يطلع على طول مشير لعبد الجليل، ماشي عبد الجليل يسيبها لايمن شاوي ومع احمد الكاس لمحمد عبد الجليل، ماشي محمد تطول محمد مقطوعه مره تانية في اتجاه تامر حفني واحمد الكاس لحماده صدقي. لغايه دلوقتي الزياده العدديه بتاعت النادي الاولمبي ضعيفه جدا في تلت ملعب النادي الاهلي، تلت الهجومي يعني النادي الاولمبي، عشان كده صعب تشكيل خطوره للنادي الاولمبي. ومقطوعه مره تانية ومحمد رمضان وايمن شاوي في اليمين وماشي ايمن وهيرفع وعرضيه حلوه وعاليه ويخش على طول محمد سلام، برافو يا محمد. ويبقى كده واضح ان النادي الاولمبي بيلعب على المرتده، لغايه دلوقتي بيلعب على المرتده. طويله في اليمين لعماد الدين احمد وداخل له اسامه يوسف لعبها له لوليد عطيه، ماشي وليد في اليمين لعماد مره ثانيه، علاء ميهوب وازن وسط الملعب لغايه دلوقتي، علاء يطلع له من ورا طارق الشيمي، ماشي طارق بيلم عثمان محمد، عثمان احمد الكاس يا ولد يا ولد يا لعيب قوي، اخد مشير ولعبها عرضيه انما على الارض انما اخده بحرفانه عاليه قوي وطويله مره تانية في وسط الملعب في الشمال لعثمان محمد، وعثمان حلوه عرضيه جميله انما احمد شوبير، احمد شوبير واحمد على طول عاليه مردوده من طارق الشيمي 16 لعلاء مايوب في قلب الملعب، يزهل على طول هادي، هادي بيلعب على طول مع علاء مايوب يلقطها منه ايمن شاوي لوليد صلاح يرقص طريقه حلوه قوي وماشي يرقص عماد وماشي وحلوه طويله انما اطول من اللازم. لسه دايما نقول ايه الحلوه ما تكملش، احنا عايزين هنا او هنا اي لعبه بدات حلوه يعني الاهتمام بانها تنتهي بنفس حلاوه بدايتها. عاليه مشير وكاس بيلعب على طول مشير مع الكاس، ناجح لغايه دلوقتي الى حد ما في الحد من خطورته باستثناء الكره اللي انفرد بيها في اول دقيقه، وهنشوف الصراع اللي ما بينهم هينتهي على ايه. وحلوه واول انطلاقه لياسر ايام من الشمال، اول انطلاقه من الشمال وبيلم وعرضيه لمحمد رمضان وبدماغه ويا يا خبر يا خبر يا خبر، صاروخ جميل قوي 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 قوي، واول كره تصحصح الجماهير وشوطه جميله ومردوده يا ولد يا ولد يا ولد محمد عبد الجليل، انما محمد سلام يطلع كره ببراعه واتقان ضربه ركنيه، ثالث ضربه ركنيه من ناحيه اليمين راح لها المره دي وليد على الارض لعبد الجليل اللي عمل الصاروخ الجميل قوي، عرضيه ومحمد رمضان جوه الجول، جول 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 جميل يا واد يا محمد رمضان يا استاذ استاذ العاب الهواء، تخصص العاب الهواء محمد رمضان، ياخد كره جميله من تسقيطه اجمل من وليد صلاح الدين ويثبت فيها محمد رمضان ان هو ضمن ملوك العاب الهواء في مصر حتى هذا الموسم، برافو محمد رمضان. الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 20 من الشوط الاول يحرزه محمد رمضان. سنتر نادي الاولمبي، وهنشوف دلوقتي هل هيتخلى النادي الاولمبي عن حذره الدفاعي ويكمل مع احمد الكاس حد تاني من وسط الملعب، ولا هيكتفي بتقييد اللعب في وسط الملعب، ده اللي هنشوفه مع بعض. ده ملعب حميد في اليمين لعماد وماشي، ومره تانيه لشريف عبد الرحيم يسيبها لميهوب هيثم فاروق في وسط الملعب، ماشي وماشي محدش مقابله على الارض طويله، يرد على طول تامر حفني لمحمد رمضان اللي عمل هد، ايه هد جميل والله يا محمد، يرجعها برجله، لازم يلعب برجله محمد، محمد ومحمد يقلش على الارض انما من بخته تروح لعلاء ميهوب، وعلاء ميهوب في اليمين ولسه وطويله لاتجاه احمد الكاس، مشير حنفي ناجح لغايه دلوقتي مشير مع احمد الكاس لشريف عبد الرحيم، وهيرفع عرضيه كروس لعلاء ميهوب وبيجري له احمد الكاس يحطها له حلوه، وهيلف وهيلف وبيلم تاني احمد الكاس ومعاه مشير، اريك والله لغايه دلوقتي احمد مشير
لازم طبعا احمد الكاسه يفضل يفكر طول ما هو بيلعب مع مشير، يهرب منه فين ويروح منه فين. ممكن قوي يسقط وسط الملعب، اللعيب لما يبقى ممسوك بيسقط وسط الملعب، وكره طويله وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. طبعا احمد الكاس لعيب كبير وهيفكر ازاي يهرب من رقابه مشير، وهنا بيبقى فيه اكتر من طريقه. اللاعب الممسوك ممكن يروح للاعب تاني من لعيبه الخصم، يعني النهارده مشير ماسك احمد الكاس، ممكن احمد الكاس يعمل ايه؟ يروح يقف جنب حماده صدر، فهنا هيروح برضه مشير معاه لانه مكلف من مدربه، هيبقى هيضرب كده احمد الكاس 2-1، او ممكن يصعد على وسط الملعب ويدخل واحد مكانه، او يروح على الاطراف، وهكذا في اكتر من طريق. ضربه ركنيه، وليد صلاح اللي عامل الاوفر اللي جه منه الجون على الارض لمحمد عبد الجليل، وماشي محمد عبد الجليل وعرضيه حلوه، ومحمد سلام يطلع على طول، وتبقى ضربه ركنيه لنادي الاهلي من ناحيه اليمين، رابع ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، وسادس ضربه ركنيه من بدايه الشوط الاول للنادي الاهلي. تامر وعلى الارض، ويلم على طول على ميهوب اللي سقط، يزقها لاسامه، انما تطول وتبقى رمي تماس مره ثانيه لصالح النادي الاهلي. تامر حفني، محمد عبد الجليل تطول، تروح مره ثانيه لمحمد يوسف في الشمال، لوليد صلاح اللي عمل شغل كبير قوي في الشوط ده اهو، وانتو مره ثانيه محمد عبد الجليل تطول، وتروح في وسط الملعب لوليد عطيه، ماشي في اليمين لشريف بكعب رجله حلوه لعماد، على الارض لشريف مره ثانيه لعماد، لعلاء ميهوب حلوه لشريف في اليمين، واحمد الكاس بيرفع رجله عايز العرضيه، وهي العرضيه وخطر، واحمد شوبير يا ولد يا احمد شوبير، بيقولوا ان جددوا عقودهم مع النادي الاهلي اللعيبه الكبار احمد شوبير ورمضان وايمن شوقي واسامه رابعي اعتقد. هادي محمد عبد الجليل يضغط عليه عثمان محمد، وتطول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. حماده، هادي خشبه وضغط عليه عثمان، ياخدوا هادي وتبقى ضربه حره مباشره لصالح هادي. ماشي وليد صلاح اللعيب الفنان، محمد عبد الجليل، ماشي محمد عبد الجليل، سيبها لياسر اللي هرب من الشمال وجه في اليمين، تامر حفني، ادي خشبه، محمد يوسف بيلم، محمد مشير يلعبها طويله في اليمين لورا، تامر حماده صدري وضغط عليه عثمان، يلم حماده وماشي من الوسط، طبعا خطر قوي اللمه دي. مره ثانيه هادي لتامر، وليد تطول من وليد وكان ضاغط عليه، نمره 8 وليد عطيه، تبقى ضربه حره مباشره لصالح وليد. محمد يوسف حلوه، انما تسلل، انما تسلل على ايمن شوقي. وادي الجهاز الفني والاداري والبدلاء للنادي الاولمبي، قلت لحضراتكم عملوا بقرعه لان كان الكابتن بوري مصر ايضا على الفانيلا الحمراء بتاعته، وده حقه لان ماتش محايد في ملعب محايد، فعملوا قرعه فكسبها النادي الاهلي. ماشي الاولمبي من ناحيه اليمين وهيرفع عرضيه وخطره، واحمد شوبير طويلة وعايز يعمل مرتدة، احمد شوبير لجمال عبد الحميد، يلم جمال عبد الحميد وضغط عليه محمد رمضان، يلمه جمال، برافو يا جمال، يلعبها لهيثم طويلة على الارض لعلاء ميهوب نجم وسط الاولمبي، ماشي علاء يعدي من وليد ويلعبها حلوة في اليمين لعماد الدين احمد، على الارض طويلة انما مردودة على طول لياسر ريان لحمادة،
ولسه قلت لحضراتكم انه التلت الاخير من ملعب النادي الاهلي ما فيهوش كثافه هجوميه من الاولمبي، لانه بيلعب بفرود واحد وده صعب جدا على احمد الكاس. وبعدين طبعا هيجري كتير عشان يحلق على الديفنس، فهيبقى موقفه صعب. ومحمد عبد الجليل ماشي وتطول ويطلع على طول هيثم طويله وازيد من لازم دي يا محمد. محمد يوسف تامر ومعاه عثمان، يخش عثمان على طول برافو عثمان، وتبقى ضربه حره مباشره لصالح عثمان. تلعب على طول لعلاء ميهوب ماشي عليه ومعاه محمد يوسف، يعمل معاه فاول محمد يوسف يعتذر له. علاء عثمان محمد علاء ميهوب طويلة من علاء ومعدي على طول وليد عطية نمرة 8 وماشي ومعاه خشب على بعرضية حلوة. حمادة صدي يقطع على طول برافو وليد مكمل حلو. وليد عطية في الكرة اللي فاتت دي، تامر يلعبها في اليمين لأيمن شوقي وضغط عليه على طول زي ظل. وطارق الشيمي اللي أخذ إنذار من شوية نمرة 16 طارق الشيمي بيلعب مع أيمن شوقي في كل حتة، وهيثم فاروق نمرة 5 بيلعب مع رمضان في كل حتة. تامر حفني وليد صلاح تامر حمادة خطر قوي وضغط عليه أحمد الكاس وضغط عليه أحمد الكاس ويطلع على طول طويلة وكان أيمن شوقي متسلل. طارق الشيمي يلعبها في وسط الملعب لعلاء ميهوب في اليمين لشريف عبد الرحيم طويلة لوليد، إنما ضربة حرة مباشرة وليد عطية ضربة حرة مباشرة صالح النادي الأولمبي. شريف عبد الرحيم بيطلب العشرة ياردة بتوعه حقه وعرضية وحلوة وبدماغه أحمد الكاس ويطلع على طول أحمد شوبير لوحده. أحمد الكاس لعيب لعيب مفيش كلام، عايز بس معاونة من زملاء. محمد رمضان اللي صاد في نص الملعب وماشي وبيجري له محمد عبد الجليل وياخدها محمد عبد الجليل وعايز العرضية إنما طويلة. هنا لازم يبقى في واحد في الجانب العكسي من الملعب اللي بيسموها الجانب الأعمى أو الكروس اللي هو اللي هي عابرة القارات، الكرة اللي من اليمين للشمال في العمق الأعمى اللي مش شايفه المدافعين وبسموه أعمى ليه؟ لأنه خلف ظهر المدافعين، بيبقى جاي لعيب من ورا في الكروس العكسي مش متشاف أبدا، تتسقط له في بقعة سحرية جميلة يبقى فيها كلام كتير. علاء ميهوب شيمي ماشي وفي اليمين طويلة لشريف وبيلم وتطول وتبقى ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأولمبي من حتة حلوة جدا 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 تعمل فيها كور بتلف ممتاز. في لاعب واقع من النادي الأولمبي وفات حوالي يعني نقول 29 دقيقة، لو الأستاذ عبد الكريم أبو سيف يتفضل يدينا الوقت على الشاشة في حدود أعتقد 29 دقيقة من الشوط الأول. مظبوط، ألف شكر أستاذ عبد الكريم. وما زالت النتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي، أحرز الهدف بضربة رأس رائعة جدا محمد رمضان. شريف عبد الرحيم وعليا وتضرب على طول وتبقى ضربة ركنية لصالح النادي الأولمبي من ناحية اليمين. نمرة 17 شريف عبد الرحيم من النادي الأولمبي وعالية وحلوة وفي زقة وفي زقة في ظهر حمادة صادقي واقف الكابتن ياسين علي موسى جنب الكرة على طول. تتلعب على طول تامر حفني محمد عبد الجليل تامر محمد عبد الجليل ماشي محمد حلوه لتامر وده مساحه فاضيه تامر والعكسيه وطويله لايمن، انما محمد رمضان كان فاتح لبره شويه وهو الصح برضو لان لازم يبقى واحد في العكسيه على طول. ونقل نادي الاولمبي ومحمد يوسف يخش على طول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي.
محمد يوسف، حمادة، محمد يوسف، وليد. ده كان ياسر متأسف. محمد يوسف، حمادة صديق، هادي خشبة، هادي أحمد الكاس في وسط أربعة لوحده خالص. ماشي هادي، حطها لياسر في الشمال، عايز يعدي ياسر إنما ما تمشيش، تبقى رامي التماس لصالح النادي الأهلي. هيلعبها ياسر ريان اللي ما شفناش شغله النهاردة في الجبهة الشمال. طويلة، هادي خشب على صدره، واحمد الكاس يخش بخبره ياخدها من ورا هادي، يلعبها لعماد في اليمين، وماشي ومره تانية في وسط الملعب لوليد عطيه، وتطول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. محمد يوسف، طويله لوليد صلاح اللي مالي الملعب شعله نشاط الحياه لغايه دلوقتي. وليد يتحرك في اليمين وفي الشمال بفن وخبره. علاء، جمال عبد الحميد، عثمان محمد، حلوه لاسامه، لعثمان مره تانية، وداخل جامد قوي. حماده صدقي في اسامه يوسف، مظبوط، وانذار لحماده صدقي، انذار لحماده صدقي، داخل في نمره 9 اسامه يوسف، جامد قوي قوي. يبقى انذارين، انذار طارق الشيمي من النادي الاولمبي، وانذار حماده صدقي من النادي الاهلي. ميهوب على الارض لاحمد الكاس، ومعاه مشير حنفي زي ظله على طول. محمد يوسف وضغط عليه عثمان، تطول ويخش على طول، وفي زقه وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. حماده، هادي خشبه، ماشي هادي ومعاه احمد الكاس، طويله لتامر مقطوعه من عثمان لعلاء ميهوب لاحمد الكاس. ماشي احمد الكاس، مفيش حد بقى قدام احمد الكاس يديله، لازم يفضل يحضر اكتر في وسط الملعب لغايه لما يطلع حد من ورا. عثمان، اسامه، حلوه لاحمد الكاس، ومعاه مشير على طول، صوره متكرره، مشير ينجح برضو المره دي، وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاولمبي. عثمان محمد لأسامة، يخش على طول معاه محمد يوسف، وتبقى ضربة حرة مباشرة لصالح نمرة 9 أسامة اللي واقع على الأرض ده. تمام أسامة، الحمد لله مفيش حاجة، نمرة 9 أهو، وضربة حرة مباشرة على بعد حوالي 27-28 ياردة، وراح لها هيثم فاروق نجم منتخب مصر نمرة 5 أشول، سابها لأحمد الكاس، عالية في السماء، عالية في السماء. حكوا مع بعض طبعا زمايل أيمن شاوي وأحمد الكاس. يعني احنا لما قلنا في الأول إنه لا مجال للعاطفة مع الاحتراف، ده معناه إنه اللاعب عاطفته كلها مع النادي اللي هيديله أكتر، هي دي، ده الاحتراف. ما دام احنا رضينا يبقى عندنا احتراف، لازم نفهم القاعده دي كويس جدا، اللي هيدفع اكتر هو اللي هياخد. عرض وطلب، قانون السوق. علاء ميهوب ومعاه محمد يوسف، ماشي علاء ومحمد ياخدها منه، وتبقى رمي تماس لصالح علاء ميهوب في اليمين. علاء مره ثانيه، طويله في اليمين وعرضيه حلوه، ويخش على طول احمد شوبير قبل احمد الكاس. هادي خشبه، محمد عبد الجليل بيتحرك في اليمين وفي الشمال، عرضي عشان يخلخل خط الوسط اللي هو مكلف برقبته، وحلوه واوف سايد محمد رمضان، اوف سايد محمد رمضان، رايه وصفار. وطاقم التحكيم لغايه دلوقتي موفق جدا في كل قراراته، ودايما الرايه معاها صفاره على طول. احمد الكاس، اسامه، يجي يلعبها لعثمان، مقطوعه من تامر، ويحط لوليد صلاح، ومعاه عثمان محمد، خش مع عثمان جامد، وانذار لعثمان محمد. خلاص يا عثمان، خلاص يا عثمان، مش مستاهله المشوار الجامد ده كله. انذار لعثمان محمد، انذار مستحق. ثلاث انذارات لغايه دلوقتي في الشوط الاول.
جليل. وليد ماشي. وليد هادي خشبة بيفتح الاهلي بالعرض عشان يفتح مساحة. محمد يوسف، ياسر ريان ماشي، ياسر الوسط ومعدي ياسر ومعدي وتطول من ياسر يحطها مرة تانية لتامر حفني. يشوط تامر حفني من بعيد خالص يا تامر، تبقى ضربة مرمى لصالح النادي الأولمبي. هيثم طويلة، يوسف بدماغه في اليمين لجمال عبد الحميد. محمد رمضان انا شايفه بينادي لمحمد يوسف بيقول له العب بدماغك الواحد. لاحمد الكاس يخش على طول مشير حنفي بيلعب مع احمد الكاس زي ظله. نفسي اشوف لو احمد الكاس نزل وسط الملعب هل مشير هيروح معاه او لا. لغايه دلوقتي احمد الكاس بيلعب في حضن مشير حنفي، وده طبعا موقف صعب جدا انه مطلوب منه يستلم وبعدين يلف عشان يجابه بصدره وبعدين يرقصه عشان يعدي شغلانه. انما الهروب لازم يستخدمه شويه في حاله الرقابه اللصيقه دي. انما قطع احمد الكاس يعني بيعتمد على كره عرضيه يكون جاي لها من ورا او حاجه يحاول يعمل منها حاجه. رامي التماس طويله يعدي وليد عطيه انما كان سائق. تبقى ضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي، ما بيفوتش حاجه خالص الكابتن حسين علي موسى. ادي وليد، يوسف، هادي، حماده صدقي، حل عليه علاء ميهوب، محمد عبد الجليل، عثمان، برافو عثمان، ويسيبها لعلاء ميهوب، وطويله لاسامه انما على طول ياسر ريان يطلع تاني في وسط الملعب لشريف يحطها حلوه في اليمين لاسامه وعرضيه حلوه ويخش على طول احمد شوبير. مالي ال 18 الحقيقه احمد شوبير لغايه دلوقتي خبره كبيره قوي. احمد وليد عبد الجليل ينكشها يقراها عثمان ويلم عثمان. هذه خشبه وماشي من القلب عثمان محمد، ماشي عثمان ومعاه ولاحمد الكاس وانفراد وانفراد وعثمان. يا يا خبر ابيض، فرصه عمرك يا عثمان. يا ومره ثانيه اسامه ويحطها لاحمد الكاس انما طويله. يا خبر ابيض، عثمان محمد فرصه عمره، الباك الشمال فرصه عمره، فرصه عمره. محمد رمضان تطول. يا خبر ابيض، لو شفناها مره تانية دي كان عثمان محمد هو واحمد شوبير. احمد شوبير راح عمل انه راح ورجع خلى عثمان يركز على الكره ثانيه طيرت منه الفرصه. يا خبر ابيض، مش ممكن. ادي الفرصه هي مره تانية، شوف عثمان يقدر ينكش بشماله انما احمد شوبير يا ولد يا وماشي محمد عبد الجليل وشوطه مردوده مره تانية في نص الملعب لهيثم فاروق لوليد عطيه في الوسط لعلاء ميهوب لوليد عطيه مره تانية. ماشي وليد نمره 8 ومعدي وحلوه في اليمين لاسامه وخطر وماشي وعرضيه واحمد الكاس بيقع وتروح مره تانية في الشمال لاسامه يوسف. اسامه وعرضيه حلوه انما ضربه مرمى. الكرة اللي فاتت دي برضو هجمة خطر خطر خطر. النادي الأولمبي لما بيتخلى عن حذره الدفاعي بيبقى فيه شكل هجومي مش بطال أبدا وهجمتين في منتهى الخطورة. 40 دقيقة تقريبا على بداية الشوط الأول وباقي 5 دقائق على نهاية الشوط الأول وما زالت نتيجة 1-0 للنادي الأهلي. احرز الهدف محمد رمضان من تمريره رائعه جدا لوليد صلاح الدين. هادي تطول وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال. والجو هنا اقول لكم في المحله حضراتكم رائع رائع، يعني نسمه هواء فيها لمسه بروده جميله جدا 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 في مدينه المحله الصناعيه الجميله. طويله اتجاه ايمن شوقي وجمال عبد الحميد بدماغه على طول طارق الشيمي 16
طارق اشول يحطها حلوه لوليد عطيه، بيلم وليد وبيلم مره تانيه وتطول. المهم الكابتن البوري ادانا ارقام الفانيلات لما كانوا لابسين احمر، ولما لبسوا ابيض غيروا شويه الارقام، نعم احنا لحد ما عارفين اللعيبه الحمد لله. وماشي عثمان محمد من ناحيه الشمال وماشي وبيلم، واسامه عليه رقابه جامده، محمد يوسف ياخدها على طول مفيش حاجه، شوطه في احمد الكاس تبقى رمي تماس لصالح النادي الاهلي. وكان اسامه نمره 9 بيكلم كابتن حسين بيقول له ما تتكلمش، هو المفروض فعلا ما يتكلمش. وبعدين ملحوظه ثانيه هنا، اسامه لابس الشورت رقم 20 والفانيلا رقم 9، ازاي تيجي دي ما انش عارف، يعني في لعيبه في الاولمبي لابسين الشورت برقم والفانيلا برقم ثاني خالص. طبعا المفروض ان الفانيلا بنفس رقم الشورت. لاعب واقع من النادي الاهلي محمد رمضان، سليمه ان شاء الله، رمي التماس لصالح النادي الاهلي، كان عايز ياخدها هيثم فاروق، هيلعبها تامر حفني، لمحمد عبد الجليل يخش عثمان، لوليد صلاح، لمحمد عبد الجليل في اليمين، وعرضيه وحلوه يا ولد يا ايمن يا شوي جميله، يختار ايمن شوي تعلى فوق العارضه بيارده واحده. طويلة في وسط الملعب ما تلاقيش حد خالص من نادي الاولمبي لهادي خشبة، ماشي هادي في الشمال مقطوعة مرة تانية، حمادة صدقي على الأرض، وليد صلاح يرقص حلوة، وليد عطية، وليد صلاح، وليد عطية لما ياخدها منه وليد عطية تروح مرة تانية لوليد عطية لعلاء ميهوب، يغمزها شريف انما ما تمشيش، مره تانية في الشمال لياسر ريان وتطول من ياسر وتبقى ضربه حره مباشره لصالح نادي الاهلي، وباقي دقيقه واحده على نهايه الوقت الاصلي من الشوط الاول، وما زالت النتيجه 1-0 لصالح النادي الاهلي. احرز الهدف محمد رمضان، تتلعب الكره على طول ورا توصل لهادي خشبه لياسر ريان على الارض لوليد صلاح، بيدور وليد يحطها حلوه لمحمد عبد الجليل اللي كان عامل واجب دفاع مكان تامر حفني، وهيلعب عرضيه وعلى الارض ماريه على طول من جمال عثمان محمد، وعثمان يلعبها حلوه على الارض مره ثانيه لجمال، تطول من جمال تروح لتامر لوليد صلاح، ماشي وليد، ماشي وليد يحطها، انما كان عايز حد يقطع له، انما طويله اطول من اللازم، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاولمبي. انتهى الوقت الاصلي من الشوط الاول وبنلعب في الوقت الضايع، وطويله في اليمين لشريف عبد الرحيم ومعاه محمد رمضان، تطول من شريف وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاهلي، وداخلين على دقيقه من الوقت بدل الضايع. وليد صلاح طويلة حلوة في اليمين لتامر حفني ومعاه عثمان محمد على الأرض لمحمد عبد الجليل، هيرفع محمد وعرضية وبدماغه حلوة يا ولد يا قناص يا ولد أيمن شوقي يا قناص.
اسامه يوسف، علاء ميوب، وهجمه مرتده، وادي الاعاده شوفوا ازاي نقرها ازاي، مفيش يعني هنقول ايه شبرين، وياخدها مشير حنفي من احمد الكاس، سيناريو متكرر وطويله في اتجاه عثمان وايمن شاوي، يقع عثمان ويمشيها الحكم ورايح عثمان زعلان وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاولمبي. تتلعب على طول لوليد عطيه ويرجعها مره ثانيه كابتن حسين، وديتين من الوقت بدل الضايع. طارق الشيمي، وليد عطيه، شريف عبد الرحيم، ويصفر حكمنا الدولي كابتن حسين علي موسى بنهايه الشوط الاول. يا نساتي سادتي، مره ثانيه من استاد المحله لننقل لحضراتكم احداث الشوط الثاني من لقاء النادي الاهلي والنادي الاولمبي في الدور قبل النهائي من مسابقه كاس مصر. انتهى الشوط الاول زي ما حضراتكم عارفين بتقدم النادي الاهلي بهدف احرزه محمد رمضان في دقيقة تقريبا 20 من الشوط الأول. بدأت المباراة ومفيش تغيير في الفريقين، وجمال عبد الحميد لوليد عطية لعلاء ميهوب، في الشمال لأسامة يوسف، ومقطوعة وتبقى رامي تماس لصالح النادي الأولمبي. عثمان محمد، وليد عطية، نقلة والتانية في القلب لهيثم، وطويلة مشير اللي بيلعب احمد الكاس على طول، تطول فصل الملعب لوليد صلاح، محمد عبد الجليل، ماشي محمد عبد الجليل، ويحطها تاني لوليد صلاح في مساحة فاضية وماشي في اليمين لتامر حفني، يسيبها مرة تانية لأيمن شاوي، يحطها لمحمد عبد الجليل، هيلف وعرضية وعالية وسلام، ومحمد سلام، برافو يا محمد. يلعب على طول محمد سلام لمشير بدماغه في وسط الملعب، توصل لعلاء ميهوب، يلم علاء لاسامه لعثمان محمد، تطول من عثمان محمد وتبقى رمي تماس لصالح النادي الاهلي. تلعب على طول رمي تماس ورا محمد صدقي، ماشي طويلة مقطوعة مرة تانية في وسط الملعب لوليد صلاح، ومعاه عطية، وليد صلاح، وليد عطية، تبقى ضربة حرة مباشرة على وليد عطية نمرة 8، وطلب العلاج وليد صلاح، انما هنشوف كابتن حسين سمح فعلا للعلاج الطبيعي ان هم ينزلوا. لغاية لما يقوم وليد عطية، حقيقة إذا سمحتوا لي اقول رأي بعد الدقيقة الثانية من الشوط الثاني فيما يتعلق بموضوع الاحتراف، هو ماشي موضوع الاحتراف واصبح واقع في الوسط الرياضي، ولكن بودي اضيف رأي بالنسبة للعروض اللي بتعرض. يعني هناخد مثال اللي هو ملأ الساحة الرياضية اللي هو رضا عبد العال، وقيل ان هو مضى الاهلي، وقيل ان الزمالك هيفاوض، ومن حق الزمالك ان هو يفاوض، ومن حق اي نادي ان هو يخش المزاد، وفي النهاية طبعا المستفيد مين؟ هو اللاعب. ولكن الرأي الاضافي هنا ايه؟ فبنقول لابد ان يكون هناك مكتب احتراف سمسار موجود في الاتحاد المصري لكرة القدم، مكتب كده يتكتب عليه مكتب الاحتراف او سمسار كرة القدم او سمسار اللاعبين زي ما تسميه. إذا جه النادي الأهلي قال أنا هشتري رضا عبد العال سي ب 200,000 جنيه، طيب 200,000 جنيه دول 25% بتوعهم كام؟ 50,000 جنيه، النادي الأهلي يدفع تأمين 50,000 جنيه شراء رضا عبد العال. هيجي الزمالك هيقول لا أنا هدفع 400,000 جنيه، 25% بتوعهم كام؟ 100,000 جنيه، النادي الزمالك يدفع في مكتب السمسار بتاع اتحاد الكورة 100,000 جنيه. ده أنا بقوله ليه؟ لجدية العروض وجدية الفاكسات اللي بتتبعت. ولو النادي اللي عرض المبلغ ودفع ال 25% لم يتمم الصفقه تروح عليه ال 25%. يبقى هنا احنا بنضمن جديه، لان يعني ما يمكنش موضوع واحد زي موضوع رضا عبد العال نقراه في جميع صفحات الجرائد، صفحه اولى وصفحه اخيره وصفحه وسطانيه، ما يمكنش. يعني خلاص بقى نظام ونظام ماشي وعادي جدا، وده يدفع وده يدفع، ومكتب احتراف يحدد حسب السعر الاعلى ونخلص على طول. انما نشغل الراي العام والصحافه الرياضيه بلاعب انتقل هنا او هنا
ومئات الأعمدة تكتب في هذا الموضوع. أعتقد ده زيادة قوي قوي على واقع بقى موجود في مصر وهو الاحتراف. ولضمان جدية العروض 25% تتكتب تدفع في مكتب الاحتراف في اتحاد الكورة، هتلاقي العملية بقت مقيدة جدا جدا، ونادي أو اتنين اللي بيعرضوا اللي هما معاهم فلوس، وانتهت القصة على كده. طالع وليد صلاح إن شاء الله تكون سليمة، يمكن حاجة يظهر في دراعه على إيده أو حاجة. إن شاء الله سليمة يا وليد، عامل شوط هايل قوي قوي قوي، وصانع الجون لمحمد رمضان. إن شاء الله حاجة بسيطة بإذن الله. علاء عبد الصادق شايفه على الخط نازل، سخنه كابتن شوقي اهو نازل على الخط من نص الملعب مكان وليد صلاح. يبقى وليد صلاح طلع تقريبا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، ونزل مكانه علاء عبد الصادق رقم 14. هتتلعب الضربة الحرة المباشرة. وعلى الارض وماشي سابها تامر حفني الهادي لمحمد يوسف في الشمال، ياسر ريان، ياسر وبيحل عليه وليد عطيه، خدها يديها لمحمد يوسف، هادي خشبه بيلم هادي وطلع له محمد عبد الجليل، هيرجع ورا تاني مره لمحمد يوسف، يلعبها في اليمين لحماده صادق، طويلة مقطوعة مرة تانية على طول وتطول، انما يلم في الشمال اسامة يوسف، حطها حلوة في وسط الملعب لعلاء ميهوب، بيلم علاء، حلوة فايق علاء في اليمين مرة تانية ل 17 شريف عبد الرحيم، يلعبها طويلة في اتجاه احمد الكاس ومشير حنفي، احمد ومشير، احمد الكاس يرجع ورا مرة تانية في وسط الملعب لهيثم، 1-2 انما تطول تطول وتروح لاحمد شوبير. ضربة مرمى. على ارض الحمادة صدقي. مشير حنفي. ماشي مشير. ومعها المرة دي احمد الكاس بقى لحمادة صدقي. اللعب هادي ايمن ومعاه هيثم فاروق، ياخدها هادي خشبه ويحل عليه وليد عطيه، ماشي هادي ومندفع وماشي ويحطها على يمينه لمحمد رمضان، انما يخش عثمان برافو عثمان لعلاء ميهوب في وسط الملعب لوليد عطيه، مره ثانيه لهيثم فاروق، لجمال عبد الحميد متاسف، لوليد عطيه حلوه لعلاء ميهوب، لوليد عطيه يخش احمد الكاس وتعلى وعلاء عبد الصادق، وتتلعب مره ثانيه هناك في اليمين لتامر حفني، محمد يوسف يلم عثمان ويديها لتامر لمحمد عبد الجليل، تطول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. محمد عبد الجليل، علاء عبد الصادق ومعاه جمال عبد الحميد، تطول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاولمبي. انتهى الشوط الاول من مباراة المصري والمحلة اللي بتتلعب في استاد المقاولون العرب بالتعادل بدون اهداف. حضراتكم عارفين الغالب من هنا والغالب من هنا هيلعبوا بعض ان شاء الله على نهائي كأس مصر. شرف كبير طبعا قوي وبطولة كبيرة قوي. على فكرة اول بطولة كانت سنة 1921، كانت في بطولة غير رسمية كانت نادي التوفيقية مع منتخب المدارس، اما البطولة الرسمية كان النهائي 21 سنة 21 بين الاهلي والزمالك وكسبوا الزمالك. اخر بطولة كانت ايضا بين الاهلي والزمالك السنة اللي فاتت ولكن كسبها الاهلي 2-1 زي ما حضراتكم فاكرين. والسنة دي لسه ما تحددش طبعا بطل الكاس. شريف عبد الرحيم يلم شريف وماشي، وعلى الارض محمد عبد الجليل يخش من ورا ياخدها محمد، على الارض الهادي ومعاه علاء ميهوب لمحمد يوسف، حماده صدقي، علاء عبد الصادق، هادي خشبه
وبيهدي النادي الاهلي، ولسه النادي الاولمبي برضه بيلعب بلاعب واحد بس وسط اربعه اللي هو احمد الكاس، وتيم الاولمبي كله في نص ملعب. محمد يوسف النادي الاهلي بينقل في الظهر لغايه دلوقتي، وماشي حماده صدقي ويلعبها طويله، يطلع على طول هيثم، ومره تانية يخش هيثم وتطول شويه ويخش من ورا، هذه مقطوعه لجمال عبد الحميد وطويله، اي حاجه تمشي وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاولمبي. ماشي وحلوه مره تانية في الشمال، وهيرفع وعرضيه وعلى الارض خطره، خش على طول حماده، برافو حماده لتامر، يكمل تامر بدماغه وياخدها ويمشي، وبيرفع له ايده محمد رمضان في العكسيه، يحطها هيعمل عكسيه حلوه لمحمد عبد الجليل، محمد عبد الجليل يزقها حلوه وياخدها، حلوه يزقها من طارق الشيمي وياخدها، وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. ياسر ريان، محمد عبد الجليل، ياسر ريان، محمد عبد الجليل ياخدها منه وليد عطيه في وسط الملعب لشريف عبد الحميد، ماشي شريف اداها لنمره 6 عماد الدين احمد، وماشي عماد علاء ميهوب، حلوه طويله في الشمال لاسامه يوسف، ماشي اسامه لعثمان محمد الباك الشمال على الارض، انما اي حاجه هيروح لها طول حماده صدقي لم، ويحل عليها عثمان من بعيد، يلعبها عاليه طويله، ايمن شاوي يلعبها بدماغه حلوه، يخش جمال عبد الحميد، ومره ثانيه في وسط الملعب تطول وتروح لعلاء ميهوب على الارض لاحمد الكاس لعثمان محمد، يلعبها طويله لاحمد الكاس، ومعاه اثنين المره دي، ياسر ريان ومشير، ياسر واحمد الكاس يزقوا ياسر، وكابتن حسن يرفع رايته، وتبقى ضربه حره مباشره لصالح احمد الكاس. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأولمبي، أحمد الكاس وهيلعبها عماد الدين أحمد نمرة 6، وعالية وتخبط في الحيطة وتبقى رمي التماس لصالح النادي الأولمبي. هيلعبها عماد احمد، سابها لشريف عبد الرحيم، بيلم وتطول وتبقى، هنشوف الحكم اداها ايه، اداها لصالح النادي الاهلي. لمسة يد لصالح النادي الاهلي، هيلعبها محمد يوسف، هادي، والماتش لغايه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين هادي، الشوط الثاني طويله ايمن شوقي يلعبها باكورد في اتجاه ياسر ريان، يلم ياسر ريان تطول وليد، لما ياخدها ياسر لمحمد عبد الجليل قدامه مساحه فاضيه، يقدر يمشي يقدر يمشي يقدر يمشي، حطها لمحمد رمضان، يجي زقها في اليمين مقطوعه لوليد عطيه وتامر حفني، ياخدها تامر، ياسر ريان وياسر، وماشي ياسر ومعدي ياسر وخطر وعرضيه حلوه ما توصلش لمحمد رمضان، علاء ميهوب، علاء ماشي لاحمد الكاس ومعاه مشير حنفي، احمد الكاس ومحمد يوسف ياخدها احمد الكاس واقف قدامه حتى مشير مش عايز هو يلعب الكوره، لازم طبعا ياخد مسافه العشرة يارده، طويله في الشمال لهيثم فاروق من طارق الشيمي، ماشي عثمان محمد اللي راحت منه فرصة عمره في الشوط الأول من انفراد كامل بأحمد شوبير لعماد لعثمان، ياخدها منه هادي خشبة وتبقى رامي التماس لصالح النادي الأولمبي. في لاعب من النادي الأولمبي بيسخن، عاصم زغلول نمرة 3 صاحب هدف التعادل في مباراة الأهلي والأولمبي اللي كانت في الدوري العام، وبين المرة تانية في الشمال النادي الأولمبي، ويرجع مرة تانية لعلاء ميهوب في الشمال لعماد، وهيلعبها حلوة ومشير على طول، واحمد الكاس ياخدها مشير وسط الملعب، ياخدها مرة تانية شريف لعلاء ميهوب،
تتزق من علاء لمحمد رمضان، يخش تاني علاء ميهوب، وصراع بين علاء ميهوب وهادي خشبه برضو مع بعض، هما الاثنين على طول 4 و14. وهادي خشبه بيلعب في نفس المركز اللي كان بيلعب فيه علاء ميهوب لما كان في الاهلي. يلعب علاء في الشمال على طول لوليد عطيه، ماشي وليد عطيه ويسيبها لاسامه لاحمد الكاس، بيجري له شريف يحطها له انما يقطعها على طول ياسر ايام. برافو يا ياسر. لمحمد عبد الجليل قدامه مساحه فاضيه، وماشي ماشي محمد عبد الجليل ولسه وبيلعبها على الارض حلوه لمحمد رمضان اللي قاطع انما تطول. وليد عطيه لاسامه، لوليد ياخدها محمد يوسف يزقها لعلاء عبد الصادق في اليمين، وعلاء يلعب كره عاليه في اتجاه محمد رمضان وايسر، ياخدها محمد رمضان وشوت. يا محمد يا رمضان، ده انت لعيب كان لازم تمشي بالكوره، اخدت الاثنين ورا ظهرك وخلصت القصه بتاعت المدافعين، عندك مسافه 3 4 5 خطوات تمشي فيهم مستريح وتنفرد. هو فكر ان هو يلعبها في اللحظه اللي عايز يتحرك فيها حارس المرمى لمقابلته، انما الحارس ما كانش اتحرك وبالتالي لقاها سهله قوي في ايده، فرصه كبيره قوي بعد ربع ساعه من بدايه الشوط الثاني وما زالت نتيجه 1-0 للنادي الاهلي. وشوطه من هيثم فاروق من بعيد تطول وتروح في الشمال لياسر ريان، حماده صدقي، محمد عبد الجليل وراء احمد الكاس بيعمل واجب دفاعي، صراع ما بين اثنين. برافو يا احمد الكاس، ياخد احمد الكاس لعلاء ميهوب لاحمد الكاس، جاهز بدنيا احمد الكاس. وليد عطيه في الشمال لعثمان، يقطعها في السكه على عبد الصادق، اتزحلق وتتزق مره ثانيه في مساحه فاضيه جدا لعثمان محمد، ماشي عثمان وبيلم وفي الوسط مش لحد خالص، مش لحد خالص، خش ياسر ريان ويلعب واحد عكسيه طويله لايمن شاوي وعايز يقطع له رمضان من ورا جمال عبد الحميد، وثلاثه على اثنين ويزقها اوف سايد. صح مظبوط، اوف سايد صح مظبوط. هنا التحرك العرضي طبعا بيبقى فيه تمارين لراسين الحربه، اذا واحد دخل لجوه الثاني بيطلع لبره، بس لازم في اللحظه اللي ده بيخش لجوه وده يطلع لبره لازم الكوره تاخد مسارها في اتجاه اللي طلع لبره، اذا اتاخرت ثانيه بيقع على طول في مسدة التسلل زي ما حصل مع محمد رمضان في تمريره ايمن شوقي. ماشي للومبي من ناحيه الشمال وفي وسط الملعب، ياسر ريان اللي ضامم لجوه لمحمد عبد الجليل، ماشي محمد عبد الجليل وايمن شوقي كان المفروض ياخد مساحه قدام لهادي خشبه، ماشي هادي وزياده عدديه للاولمبي وتتاخد طبعا على طول لايسم لعلاء ميهوب، شريف عبد الحميد، احمد الكاس ومشير حنفي زقها المره دي احمد الكاس، انما تطول على طول ويكمل ياسر ريان. وادي التغيير لعاصم زغلول، هنشوف مين اللي طالع. عاصم زغلول نازل رقم 13 وطالع رقم 6، رقم اللي طلع رقم والله الشرطه عليه نمره والفريق اللي عليها نمره، اللي طالع رقم 6 زي ما انا قلت مظبوط اللي هو عماد الدين احمد، عماد الدين احمد طلع وعاصم زغلول رقم 13 نزل، وده التغيير الاول للنادي الاولمبي. يبقى الاهلي عمل تغيير اضطراري بخروج وليد المصاب وليد صلاح ونزول علاء عبد الصادق، والنادي الاولمبي عمل تغيير خرج عماد الدين احمد ودخل عاصم زغلول. محمد رمضان، ماشي محمد رمضان ومعاه هيثم فاروق، ياسر ريان، هادي خشبه، تامر حفني، ماشي تامر عايز يشوط، عايز يشوط ومعدي يضغط عليه جمال عبد الحميد. برافو يا جمال، واول لمسه لعاصم زغلول يحطها في الوسط لاسامه، ماشي اسامه ويهز يزقه، هادي خشبه، هادي اسامه اهو نمره 9، لعيب مجتهد قوي اسامه يوسف ده، تتلعب لعاصم زغلول في الشمال مره ثانيه في الوسط توصل لوليد عطيه، وليده معاه هادي، برافو يا هادي، كافح وياخد الكوره، محمد عبد الجليل، هادي، حماده، هادي، رمضان، ياسر ريان حلوه من الحركه للثبات، وياسر ريان وياسر ريان وهيرفع عرضيه وحلوه يطلع على طول محمد سلام. برافو يا محمد، محمد سلام يطلع فوق ويلعبها لعثمان محمد،
في الوسط العلاء ميهوب، محور ارتكاز وسط النادي الاولمبي، بيستلم كل الكور في الوسط ويتحرك بيها. عاصم زغلول، هيثم فاروق، لا متاسف طارق الشيمي، ماشي وتطول على طول، ومحمد يوسف في الشمال لعاصم زغلول مره تانية، يلعبها عرضيه حلوه لاحمد الكاس، ومعاه على طول مشير حنفي زي ظله لياسر ريان، يلعبها حلوه توصل لمحمد عبد الجليل، ومشوار لمشير حنفي اللي ساب احمد الكاس ورا ومكمل قدام. هادي خشبه هتخش على طول مقطوعه في وسط الملعب لعلاء ميهوب، في الشمال لعثمان محمد، بكعبه لاسامه يوسف نمره 9، يسقط لاحمد الكاس اللي واقف اوف سايد. تلت ساعة تقريبا والقلق بدأ يبدو على الجهاز الفني اللي بيبص في ساعته للنادي الأولمبي، وما زالت نتيجة 1-0 لصالح النادي الأهلي. أحرز الهدف محمد رمضان بضربة رأس رائعة في الدقيقة 20 من الشوط الأول. محمد عبد الجليل، ريان، محمد يوسف، عبد الجليل ومعاه وليد عطية يزقه من ظهره. محمد يوسف، هادي، محمد يوسف، هادي، حمادة صدقي، وبيضغط عليه احمد الكاس لهادي خشبة مرة تانية. وانا شايف دلوقتي الاولمبي بيلعب واحد لواحد او رجل لرجل او مان تو مان. محمد يوسف، حمادة صدقي، محمد يوسف، هادي خشبة، محمد عبد الجليل، حل عليه وليد وعلاء ميهوب لهادي خشبة مرة تانية طويلة في اليمين. عثمان، برافو عثمان، على طول يلعبها تروح لتامر حفني، لعلاء عبد الصادق، لتامر حفني ومعاه عاصم زغلول، يلم على طول ويلعب لعلاء عبد الصادق، ماشي علاء ويسقط كرة، انما هيثم فاروق نمرة 5 يلعبها على طول بدماغه لهادي خشبة في الشمال لمحمد رمضان، اعتقد اطول من اللازم، تبقى رمي التماس لصالح النادي الاولمبي. وادي على طول الكابتن شوقي عبد الشافي اهم نادي، برضو هدف واحد طبعا ما يطمنش اي مدرب. حضراتكم عارفين ماتشات الكاس في الدور قبل النهائي والنهائي، اذا انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بيمتد نص ساعة على شوطين، اذا انتهى بالتعادل بتبقى فيه ضربات جزاء، عشان كده المدرب اللي كسبان واحد ما بيطمئنش ابدا الا اذا غطى الجون او صفارة النهائي طلعت، طول ما هو 1-0. عاصم زغلول ومحمد يوسف، ياخدها عاصم زغلول ولسه ياخدها ياسر ريان ويرقص شريف حلوة وماشي في مساحة فاضية، ياسر ريان ويطلع له من بره محمد عبد الجليل يحطها له أحلى، وهيلعب بشماله وهيلعب بشماله، إنما هيثم فاروق أراها، برافو يا هيثم، أراها هيثم فاروق وفي اللحظة المناسبة حط رجل. شايف أنا لاعب تاني من النادي الأولمبي بيسخن ورا الجول. بيعد 10 ياردات الحكم، وياسر ريان وبيمينه عالية ويخش على طول، محمد رمضان تعدي وتفصل في وسط الملعب لأسامة يوسف، بيلم أسامة وحلوة على الأرض، وليد عطية طالع له من بره شريف عبد الحميد حطها له في اليمين وماشي وبالعرض، انما على طول محمد يوسف قبل عاصم زغلول حطها حلوه لهادي خشبه، وفي محمد عبد الجليل في مساحه فاضيه خالص في اليمين يحطها له، هادي حلوه في الشمال متاسف محمد عبد الجليل وماشي وعرضيه، انما جمال عبد الحميد لوليد عطيه، عثمان محمد في الشمال يسيبها لاسامه يوسف لاحمد الكاس ومشير حنفي، ياخدها مشير انما ياخدها بفاول.
ويسلم على احمد الكاس. وعلاء ميهوب ومرة تانية طويلة تطول وتبقى لسه في وسط الملعب. عثمان ياخدها مرة تانية، عثمان على الارض لعاصم زغلول، يغمز لوليد عطية، حلوة لعثمان محمد، دخل في قبل احمد الكاس، هو جول احمد شوبير. برافو يا احمد يا شوبير، احمد شوبير وانطلاقة من انطلاقات احمد الكاس ينقذ الموقف في الوقت المناسب احمد شوبير. هذه خشبة وطويلة تخش من ورا على طول شريف لعلاء ميهوب، وبيدور على حد يديله علاء، ولسه وحلوه لعاصم زغلول، يلم عاصم زغلول في اليمين لاحمد الكاس، لوليد عطيه يحطها لعثمان في الشمال، ماشي عثمان، وعلى شماله اسامه يوسف يحطها لاسامه في الشمال، هيرفع ويلم كورته انما تطول وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. احمد شوبير طويلة، عثمان محمد، اسامة يوسف، طارق الشيمي، وليد عطية، الشيمي، جمال عبد الحميد نمرة 4 في اليمين خالص لهيثم فاروق نمرة 5 بيضغط عليه ياسر ريان، حلوة وليد عطية نمرة 8 محور ارتكاز وسط ملعب النادي الأولمبي لمحمد يوسف، تلمس راس محمد يوسف وتبقى ضربة ركنية للنادي الأولمبي من ناحية اليمين. عرضية طويلة في اتجاه محمد رمضان وهيثم فاروق، ياخدها هيثم لياسر ريان وشريف عبد الحميد، يرقصوا ويرقص عاصم زغلول ويلعبها حلوة لمحمد رمضان ومعاه هيثم فاروق نمرة 5، خش جامد، برافو يا هيثم، لعيب قوي وجسمه جيد هيثم، وصغير وان شاء الله مستقبل له في منتخب مصر بإذن الله. محمد عبد الجليل، وفي تغيير تاني انا شايفه للنادي الأولمبي، تغيير نادي الأولمبي، طالع وليد عطية نمرة 8 ونازل مدحت سيد احمد نمرة 3، ده التغيير الثاني والاخير، وليد عطية طلع ونزل مدحت سيد احمد، وكرة حلوة وتطلع بره. بكتب مع حضراتكم التغيير، مدحت سيد احمد نمرة 3 نزل مكان وليد عطية، كرة طويلة توصل لحمادة صدقي، مشير حنفي في كادر واحد على طول مع احمد الكاس، وطويلة في اتجاه ايمن شوقي ما تلاقيش حد خالص، حل عليها شيمي ويلعبها عالية في اتجاه اسامة يوسف وياخد فاول، لا ده عثمان محمد متأسف وياخد فاول. احمد الكاس ورا لعلاء ميهوب، وبينن الاولمبي في نص ملعبه، وطويلة ما تروحش لحد خالص لعلاء عبد الصادق، لحفني تامر حفني، عبد الجليل تامر حفني، مشير، هادي، حمادة، ماشي حمادة صادق، حطها حلوة لمحمد عبد الجليل، هو ورمضان والجون، هو ورمضان والجون، وحلوة انما كان لازم تتلعب بالعرض يا عبد الجليل، كان جاي له محمد رمضان دي حتى تتزق بقوه في الرجل، يعني اللاعب اللي بيجري في المساحه دي لو عملها قويه عرضيه ومنشن على رجل زميله هتبقى محتاجه لمسه بس من بطن رجل زميله تبقى في الشبكه على طول، انما دخل محمد سلام في توقيت رائع جدا وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. راح لها علاء عبد الصادق وعليا محمد رمضان وهيثم فاروق، ياخدها هيثم لياسر ريان، تامر وبيشوط حلوه تمشي جنب القائم اليمين، برافو تامر. جمال عبد الحميد عاليه، هادي خشبه
هيثم فاروق، حماده صدقي، فاصل من ضربات الراس ولسه خمس ضربات راس متتاليه لراس جمال عبد الحميد، المره دي لمست الارض لعلاء عبد الصادق، يجي يلم علاء عبد الصادق تطول وتبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. نص ساعه تقريبا على بدايه الشوط الثاني وما زالت النتيجه 1-0 لصالح النادي الاهلي. احرز الهدف محمد رمضان في الدقيقه 20 من الشوط الاول. جمال عبد الحميد، هيثم فاروق، اي حاجه توصل لياسر ريان، ماشي ياسر لمحمد عبد الجليل يقطعها هيثم فاروق وتبقى ضربه حره مباشره لصالح، كان في زقه في ظهر ياسر ريان تبقى لصالح النادي الاهلي. في تغيير تاني انا شايفه للنادي الاهلي، جمال مساعد بيسخن بره، محمد يوسف لعب ابو شريك له الخارج الشمال في اتجاه ياسر ريان، لما يحل عليه على طول شريف عبد الحميد وياخد منه فاول. انا شايف عثمان محمد الباك الشمال نادي الام جه هنا باك يمين، وادي خارج محمد عبد الجليل ونزل جمال مساعد. أدى مباراة جيدة جدا محمد عبد الجليل ونزل جمال مساعد رقم 12. لعبت الكرة على طول جمال عبد الحميد طويلة يطلع على طول بدماغه تامر لريان ليوسف لجمال مساعد، أول كرة يلمسها لياسر ريان لمحمد رمضان، حلوة لجمال مساعد تطول، هيثم فاروق على طول ببطن رجله تتنقل مرة تانية لعثمان اللي جه هنا باك يمين، وراح مدحت سيد أحمد هناك باك شمال. في التغيير اللي عملوه أيمن شوقي وخرج لبره أيمن، لما تطول يتزحلق على طول مدحت سيد أحمد وتروح على طول ببطن رجله طويلة مش لحد، تبقى رمي التماس لصالح النادي الأهلي. جمال مساعد، تامر حفني، ايمن شوقي بيدور ايمن، حط مره تانية الجمال لمحمد رمضان ومعاه جامد قوي هيثم فاروق نمره 5. هيثم فاروق نمره 5 داخل جامد قوي مع محمد رمضان. بيتقلب محمد رمضان لما ان شاء الله سليمه. ادي الإعادة مرة تانية داخل هيثم فاروق جامد قوي في محمد رمضان. وادي كابتن البوري نازل بيكلم أحد لاعبيه، وادي كابتن الجويني رئيس النادي الأولمبي. نازل طبعا الكابتن البوري وما اعرفش هو رايح فين في الملعب، انما يعني انا عايز اقول لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك واي جماهير، ليه يعني ما ذنب المدرب عشان تشتموه؟ هل المدرب، وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، هل مطلوب منه ان هو ينزل او يجي اي مباراه يتغلب عشان يبقى مدرب لطيف ودمه خفيف؟ مدرب بيجي مع اي فرقه بيكافح وبياخد اجره وبيبذل عرقه علشان يكسب، انما ما يمكنش ابدا انا كجمهور اشتم مدرب الفريق الخصم اللي انا بشجعه علشان مجرد ان هو بيكافح او ان هو عايز يكسب الفرقه اللي انا بشجعها، ما يمكنش ابدا يا جماعه، يجب ان نرتفع فوق الصغائر. انت دلوقتي تقول اهلي، قول اهلي زي ما انت عايز وشجع فرقتك كيفما شئت، انما علشان تشتم الفريق المنافس او تشتم مدرب ليه؟ عشان ايه يعني؟ ده حتى حرام والله. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي، وأنا شايف جمال مساعد وهادي خشبة وداخل جمال مساعد ونط من عليها وهادي خشبة وحلوة
ياي 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 ياي، كرة حلوة 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 يلاقيها محمد سلام في ايده. برافو يا محمد يا سلام، طلع كورتين النهاردة ثلاثة حلوين قوي قوي قوي. وادي مرة تانية، وادي خشبة وتعمل بند على الارض خطر، ويطلعها على طول محمد سلام. ضربة ركنية لنادي الاهلي من ناحية اليمين، وعلاء عبد الصادق وعليا وياسريان يقابل على طول. ادي خشبه ماشي هادئ وبيلم وبيسقط كره عاليه، يطلع هيثم فاروق لمحمد يوسف يعلي فوق ومفيش رايه ولا صفاره. وياسر ريان وشريف عبد الحميد يسيبها شريف وما طلعتش، ويلم ياسر ومعاه عثمان محمد اللي جه ناحيه اليمين بعد نزول مدحت سيد احمد على الارض لاسامه يوسف رقم 9، لعلاء ميهوب، لاحمد الكاس. ايوه كده عايزين نتفرج. في اليمين لعثمان محمد، ماشي عثمان وعرضيه عكسيه طويله في اتجاه عاصم زغلول ومحمد يوسف، انما احمد شوبير، احمد شوبير، واحمد شوبير لعبها طويله عاليه انما ما تعديش نص الملعب، تنط على الارض ويلعبها على طول ياسر بدماغه. برافو يا ياسر لعثمان محمد لشيمي، يلعبها حلوه علاء ميهوب ومعاه عادي هادي على طول، برضه منظر متكرر على طول، علاء ميهوب وهادي خشبه، وعلاء يقع وهادي خشبه يروح يسلم عليه، منظر متكرر على طول، بس المره دي ما سلمش عليه. ماشي الشيمي تطول وتروح مرة تانية لهادي خشبة لأيمن شاوي في الشمال لمحمد رمضان وهيثم فاروق، ياخده حلوة المرة دي ويصفر، وهو يعني كابتن حسين بيعتذر انه ما اداش الفرصة. وهنا الحكام مدرستين، مدرسة بيخلي الصفارة في ايده ومدرسة بيخلي الصفارة في بقه، اللي في بقه حكمته ان هو تبقى صفارته سريعه وقاطعه، اللي في ايده حكمته ان هو ياخد فرصه تريث اذا كانت الكره في صالح فرقه فما يضيعش عليها الفرصه. اعتقد الكابتن حسين علي موسى من مدرسه الصفاره في البق. ضربه حره مباشره مدحت سيد احمد على الارض لجمال عبد الحميد لمدحت سيد احمد ومعاه علاء عبد الصادق، تطول وتبقى ضربه حره مباشره لصالح النادي الاولمبي على حماده صدر. ضربه حره مباشره من ناحيه الشمال ومن منطقه برضو من المناطق الخطره، وراح لها مدحت سيد احمد. وانا الحكم كده زي يعني الاشاره بيقول له ما تلعبش الا ما اديك الاشاره، واحمد الكاس ياسر بيتفق معاه على لعبه. في التمرين بيبقى فيه اتفاقات قوي على الكور الثابته، انا هروح فين وانت هتلعب فين والحاجات دي، وهنشوف. ومدحت سيد احمد وداخل مدحت وعرضيه وعاليه واحمد الكاس من بعيد، انما ضربه مرمى انما ملعوبه والله. وشايف انا في لاعب من النادي الاهلي مشارك، كان محمد رمضان ساقط تحت خالص عشان يلعب مع احمد الكاس لانه بيجيد العاب الهواء زي احمد الكاس. هنشوفها مره ثانيه عاليه في الطرف البعيد خالص، ومحمد رمضان واحمد الكاس، لما محمد رمضان لعبها برجوله جدا، واحمد الكاس لا يعني راح بقدره في المكان اللي هو عارف هتروح للكره فيه فين. النادي الاهلي اجرى التغييرين، ملوش تغيير، وايضا النادي الاولمبي اجرى التغييرين، يعني هنكمل خمس دقايق اللي فاضله من الشوط الثاني باللاعبين اللي موجودين على ارض الملعب. ما زالت النتيجه في استاد المقاولون العرب بين النادي المصري والنادي المحله التعادل بدون اهداف. ضربة مرمى محمد يوسف طويلة، محمد رمضان وهيثم فاروق، ياخدها هيثم فاروق من فوق
ياسر ريان ومعاه شريف عبد الحميد، يعدي منه ياسر وماشي. وحلوة محمد رمضان وجمال عبد الحميد، ماشي محمد رمضان ومعاه جمال عبد الحميد، ياخدها عثمان محمد، متأسف الاثنين سمر قصيرين، ياخدها منه عثمان لهيثم فاروق على ارض خطر قوي. ومرة تانية في اليمين لعثمان محمد، طويلة هادي خشبة، يلم احمد الكاس ويلعبها لجمال مساعد، اطول من جمال لعثمان محمد لياسر ريان، مشير حنفي، حماده صدقي كان ضاغط عليه اسامه، تروح لمحمد يوسف لياسر ريان، يلعبها طويله مش لاي حد خالص، هيثم فاروق يلم هيثم ويطلع طويله لمحمد يوسف تضرب في رجله، والهوا مع النادي الاولمبي دلوقتي في شويه هوا مع النادي الاولمبي، وتبقى رامي التماس لصالح النادي الاولمبي. و 40 دقيقة من الشوط الثاني وما زالت نتيجة 1-0 لصالح النادي الاهلي. احرز الهدف محمد رمضان في الدقيقة 20 من الشوط الاول، مدحت سيد احمد لاسامة يوسف، حلوة لعاصم زغلول في الشمال، ماشي عاصم ومعاه تامر حفني ويلموا عاصم، حلوة والحكم بيقول مفيش حاجة، يمشي هادي خشبة لتامر حفني، جمال مساعد، ماشي جمال يسيبها لتامر حفني، هادي خشبة طويلة لمحمد رمضان وهيثم فاروق، محمد رمضان وهيثم يلم محمد رمضان، هادي خشبة جمال مساعد وبيهدي النادي الاهلي الخمس دقايق اللي فاضلة من الشوط الثاني، حمادة صدقي، ياسر ريان في الشمال لمشير حنفي، هادي خشبة ماشي ماشي هادي، ومين قطع له من بره مظبوط، انما اطول من لازم يغمزها على طول عثمان محمد ويلعبها الحارس طويله في الشمال ويلم عاصم زغلول ويلعبها، انما مفتوحه كانت رجله، عايز يعملها عكسيه مقفوله لاحمد الكاس، انما وش رجله كان مفتوح، توصل في وسط الملعب لجمال مساعد لمشير حنفي لياسر ريان في الشمال، ماشي ياسر هو وهيثم فاروق موقف واحد لواحد، هيزرب عكسيه طويله على خط لمحمد رمضان وعثمان محمد، ياخدها عثمان محمد وياخد فاول، تتلعب على طول لطارق الشيمي في الشمال لمدحت سيد احمد، وباقي لسه ثلاث دقائق، الجمهور بيصفر بيستعجل، علاء ميهوب، اسامه يوسف، حلوه للشيمي تطول مره ثانيه من مدحت سيد احمد لجمال عبد الحميد نمر اربعه، ماشي جمال لما تطول منه يقراها، هذه خشبه نمر اربعه ونمر اربعه في وسط الملعب، علاء ميهوب ياخد فاول، احمد الكاسو مشير حنفي بجميع الطرق، مشير حنفي النهارده نقدر نقول نجح تماما في الحد من خطوره احمد الكاس باستثناء كورتين من ضربتين حرتين ثابتتين، انما نقول ان هو نجح النهارده مشير حنفي في الحد من خطوره احمد الكاس بدرجه امتياز. رامي التماس لصالح النادي الاولمبي، شريف عبد الحميد، مشير حنفي واحمد الكاس، وياخد احمد الكاس ضربه حره مباشره. أسامة يوسف هنا الوقت ده بتاع تسقيط على طول في ال 18 ملوش حل تاني، وعالية فعلا، انما بره 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 من أسامة يوسف نمرة 9. دقيقة ونص تقريبا على نهاية المباراة وما زالت نتيجة 1-0، محمد يوسف لصالح النادي الاهلي على ارض لتامر حفني، تامر وبيضغط عليه عاصم ويسيبها لمحمد يوسف على ارض في اليمين لعلاء عبد الصادق، طويله ايمن شاوي وتعدي ايمن شاوي، انما جمال عبد الحميد يلعبها برجله على طول، لازم محمد سلام يلعب برجله في الشمال مره ثانيه لطارق الشيمي، طويله في اتجاه الكاس وعلى طول حماده صدقي المره دي لاسامه يوسف، علاء ميهوب في اليمين، شريف عبد الحميد
لهيثم فاروق للشريف عبد الحميد، عرضيه وعكسيه وعاليه واحمد شوبير. احمد شوبير على طول العالي كله بتاعه، وطويله جمال عبد الحميد وايمن شاوي، يلعبها جمال عبد الحميد في اتجاه مدحت سيد احمد، ومعاه هادي يعدي منه مدحت ويلعبها طويله في الشمال مدحت محمد يوسف، شريف عبد الحميد، علاء ميهوب، هيثم فاروق، هادي خشبه لجمال مساعد لعلاء عبد الصادق، مش اوف سايد لان هنا عثمان مغطي في اليمين، ماشي ايمن شاوي بيحلق من بعيد عليه جمال عبد الحميد، ماشي ايمن بيزقها في حته فاضيه عشان يستهلك الوقت او الثواني اللي فاضله من الشوط الثاني، ولسه الكره معاه وبيحلق عليه جمال عبد الحميد، وكده انتهى الوقت الاصلي من الشوط الثاني، واخد ايمن شاوي بخبره فاول تكتيكي من جمال عبد الحميد نمره 4. مدحت يا شلبي، مدحت المحله منور بيك يا كابتن مدحت، وضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي. حالك يا محله، حالك يا شمال، راح لها علاء عبد الصادق. علاء عبد الصادق وبنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وعلاء وهيثم فاروق ماسك محمد رمضان، وعرضية حلوة وعالية وياخدها على طول محمد سلام، برافو يا محمد. داخلين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ومشير على طول قبل أحمد الكاس، توصل الشيمي لشريف عبد الحميد، وكابتن حسين علي موسى يبص في ساعته، وعرضيه وعاليه ويلعبها على طول، مشير في الشمال يروح لها ياسر ريان واحمد الكاس، ياخدها احمد الكاس ويقع ياسر ويطلع على طول احمد الكاس بحب شديد جدا، سمع صرخه يظهر ياسر في الكره اللي فاتت دي، اعتقد ياسر اللي واقع، و 47 دقيقة ونص، وطبعا الحكم مش هيقدر يصفر الا بعد استئناف المباراة. يا كابتن مدحت يا شلبي يا بطة، الله اكبر، نور الشريف يا اخويا، الله اكبر، شوف حالك يا محلل. ولسه لاعب الاهلي بيتعالج، اعتقد ان هو ياسر ريان. ركعتك يا حاج احمد تشتاوى حبيبي. وبنلعب في الوقت الضائع، واتلعبت الكرة على طول، وحمادة صدقي وعالية، ويطلع حمادة صدقي مرة تانية بره، وتبقى رمي التماس لصالح نادي الأولمبي، راح لها شريف، ويصفر الكابتن حسين علي موسى بنهاية